السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط، عندي بكتاب النشاط صفحة 35 يونت 3. هذن التمرينات الاثنين مهمات، راح نحلهن ونترجمهن، وخاصة هذا الأي، هذا وزاري دائما يجيبوه. أي طبعا listen one، choose the correct verb to complete each sentence. يقول اختر الفعل المناسب لاختيار الجملة. هذه اللي أفعال اللي داخل الصندوق. هنا عندي bite يعض، fly يطير، grow ينمو، hunt يصطاد، produce ينتج. النقطة الأولى about is not a bird but it can like a bear. A bat is not a bird but it can like a bear. يقول الخفاش هو ليس طائر لكنه يستطيع الطيران، يعني مثل الطير يستطيع. اذا شو اخلي فلاي. فلاي يعني يطير. الخفاش هو ليس طائر لكنه يستطيع الطيران مثل الطائر. تو a walls يعني البومة. A walls and call small animals at night. A walls and call small animals at night. البومة شخلي hunt تصطاد. Hunt تصطاد، نقول البومة تصطاد وتقتل الحيوانات الصغيرة في الليل، نخليها هانت. 3 if you put your foot on a snake it will you. If you put your foot on a snake it will you. سنيك يعني الحية. يقول إذا خليت قدمك يعني على الأفعى شو راح تسوي؟ راح تعضك. إذا نخلي a bite، نخلي bite يعني يعض. Bite يعض. 4 cows and goats. Cows and goats milk الأبقار والماعز. نقول grow هذا لا مو grow produce ينتجون. الأبقار والماعز ينتجون الحليب. إذا شنو produce. 5 elephants very big but it takes many years. Elephants very big but it takes many years. الفيلة نقول يا بقت عدي فقط تنمو اللي هي grow يعني تنمو. نقول الفيلة تنمو بشكل كبير لكنها تحتاج إلى سنوات كثيرة، يعني تحتاج إلى كثير من السنوات، نخلي grow. هذا أكدوا عليه وزاري وكلش مهم. ناخذ بي study the sibling rule and write the comparative forms of this adjective. هذه comparative يعني صفات المقارنة. إضافة شنو؟ إضافة ER. أنا شرحتها المقارنة ER و superlative EST، بس هنا مطيكم بس مقارنة. ها عيني يقول ادرس قاعدة الإملاء واكتب صيغة المقارنة بهذه الصفات. adjective يعني الصفات. هنا عندي would، نخلي لها الحرف اللي قبله حرف الفعل اللي قبله حرف صحيح حرف علة، نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ER، يعني نضاعفه التي ونضيف له ER. هنا عندي صفات المقارنة إضافة ER، الفعل نهايته شنو حرف صحيح وقبله حرف علة نكرره ونضيف ER. بالخفي يعني يجيبون بالسوبر لاتيف يعني المفاضلة مكان الـ ER EST هيجي. زين هذا عدي ثين، شوفوا هذا الفعل نكرره، هم قلنا حرف قبل حرف علة نضعفه ونضيف له ER. هذا عدي هذا الدي نكرره ونضيف له ER. زين لونك هذا كل شيء ما بي، لأن حرفين صحيحات فقط أضيف له ER. هذه الواي قبل حرف صحيح نقلبه إلى I ونضيف له ER.
نقلبه الى اي ونضيف له اي ار. هنا فريندلي ايضا كل شيء هم نضيف له هم اقلبه، اقلب الواي الى اي ونضيف له اي ار، يعني عندي حرف صحيح الواي اذا قبلها حرف صحيح تقلب الى اي واضيف له اي ار، او نفس الشيء بالمفاضله نقلبها الى اي ونضيف له اي اس تي. زين هنا عندي فقط اضيف له اي ار، يعني عندي حرفين فقط اضيف له اي ار. زين هنا الار قبل حرف عله، لا نكرره قبل حرف عله نكرره ونضيف له اي ار، يعني نضيف له اي ار. زين هذا الفات ايضا نكرره ونضيف له اي ار، هذه الواي نقلبه الى اي واضيف له اي ار، هذه الواي حرف صحيح قلبناه الى اي وضفنا له اي ار. هاي عيني صفات المقارنه، الفعل اللي ينتهي بحرف صحيح وقبل حرف الا نضاعف الحرف الاخير ونضيف له اي ار، وهاي بالمقارنه، وبالمفاضله نضيف له اي اس تي، واذا الواي الفعل ينتهي بواي وقبل حرف صحيح نقلبه الى اي ونضيف له اي ار، ونقلبه الى اي ونضيف له اي اس تي. كل التوفيق يا ربي.